محتار وبتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق. طيب إيش رأيك في عنوان واحد؟ موتور سوق، الأحدث والأكبر والأشهر. موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. تعرفنا معكم مؤخرا على سيارة أودي A8 موديل 2018 الجديدة كليا، والتي تطورت بشكل مذهل على صعيد التقنيات لتصبح مؤهلة بقوة للتفوق على مرسيدس اس كلاس وبي ام دبليو الفئة السابعة. لكن أكثر ما أبهرنا في الجيل الجديد من السيدان الفاخرة هو تقنياتها التي لا تعد ولا تحصى، واليوم سنستعرض لكم أبرز التقنيات المتطورة في أودي A8 الجديدة. نظام الركن الآلي عن بعد. أصبحت أودي A8 قادرة على ركن نفسها بنفسها بفضل نظامي أودي AL Parking Pilot وأودي AL Remote Garage Pilot، اللذان يتعاونان لتحريك السيارة إلى بقعة الركن أو الجراج بسرعة 6 كيلومترات في الساعة، وما على السائق سوى ضغط زر باركينج فقط، ليتولى النظامان التحكم بدواسة البنزين والمكابح وناقل التيبترونيك. وسيكون بإمكان السائق إما الجلوس في السيارة أثناء عملية الركن أو الخروج من السيارة ومراقبة العملية عن بعد عبر الهاتف الذكي. وبعد إتمام عملية الركن سيقوم ناقل الحركة بالتنقيل آليا إلى وضعية بي قبل أن يتم إطفاء محرك السيارة. وعندما يحين موعد المغادرة سيتمكن السائق من تشغيل السيارة عن بعد باستخدام الهاتف الذكي وإخراجها من الجراج أو بقعة الركن. نظام القيادة الذاتية في الازدحام المروري. تقدم A8 الجديدة أول نظام في العالم يؤدي مهام القيادة الآلية في الازدحام المروري، حيث يعمل هذا النظام على الطرق السريعة بسرعات تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة. وأثناء عمله لن يعود السائق بحاجة إلى الانتباه المستمر على السيارة والطريق، لكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها ليعمل النظام بفاعلية. أن تكون السيارة على طريق سريع أو طريق مزدوج مع حاجز بين الممرات. أن تكون حركة المرور بطيئة في جميع الممرات المجاورة. يجب ألا تتجاوز سرعة السيارة الخاصة 60 كيلومتر في الساعة. عدم وجود إشارة مرور أو خطوط مشاة. وإذا تم استيفاء هذه الشروط يحصل السائق على إشارة بصرية بأن النظام متاح. يقوم السائق بتنشيط النظام عن طريق الضغط على زر AL الموجود على وحدة التحكم المركزية، وسيتسلم النظام جميع مهام القيادة من التوقف والتسارع والتوجيه والكبح. نظام إعطاء الأوامر بخط اليد. تعتبر شاشة العرض السفلية مقاس 8.6 بوصات مسؤولة بشكل عام عن مهام التحكم بنظام التكييف، لكن يمكن تحويل هذه الشاشة إلى لوحة مفاتيح أو ورقة افتراضية للكتابة، سواء كلمات أو حروف أو أرقام بخط اليد، حيث تم تطوير هذا النظام في أودي ليستوعب كلمات كاملة عند إدخال عنوان على سبيل المثال، بينما تتطلب الأنظمة الأخرى كتابة كل حرف على حدة. نظام التحذير من فتح الأبواب. لا أحد يريد فتح باب سيارته في طريق سيارة أخرى، وبالتالي فإن A8 لديها نظام يمنعك من فتح الباب في تلك الحالات. فإذا كشفت حساسات البقعة العمياء عن جسم يقترب من الخلف، تضيء إشارة تحذيرية في المرايا وتتحول الإضاءة الداخلية إلى اللون الأحمر. وعلاوة على ذلك،
عند سحب مقبض الباب الكهربائي للخروج، فإن النظام ينتظر 0.8 من الثانية قبل السماح للراكب بفتح الباب، وهو يعمل على جميع الأبواب الأربعة، ونشط لمدة تصل إلى 2 دقيقة بعد إيقاف تشغيل المحرك و2 دقيقة بعد إغلاق السيارة. نظام الحماية من التصادم الجانبي أودي بريسنس سايد. يعمل هذا النظام من أودي قبل وقوع الاصطدام من الجهة الجانبية، حيث يتم أخذ البيانات من أجهزة الاستشعار في الجانبين عند رصد تصادم وشيك من الجهة الجانبية على سرعات تصل إلى 60 كم/ساعة. وقبل الاصطدام يقوم هذا النظام باتخاذ إجراءات وقائية لحماية الركاب، وهي تفعيل أضواء الخطر وشد أحزمة الأمان وتحسين وضعية الجلوس وإغلاق فتحة السقف والنوافذ. وفي حال حصول تصادم جانبي وشيك على سرعة تزيد عن 25 كم/ساعة، يقوم نظام التعليق برفع الجانب المعرض للخطر بمقدار يصل إلى 8 سم في غضون نصف ثانية، وبالتالي فإن السيارة الأخرى ستصطدم بأودي A8 في منطقة أكثر مقاومة، نظراً لأن القسم السفلي من جانبي السيارة مدعم بألواح أكثر مقاومة للاصطدام، حيث سيساهم بتخفيض نسبة الضرر في المقصورة بنسبة تصل إلى 50%. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في قناة سعودي أوتو ليصلكم آخر الجديد في عالم السيارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.